صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل، هذا سؤال ورد من الجزائر، يقول: نود من فضيلتكم أن تذكروا لنا أهم كتب التفسير التي يمكن أن ندرسها على العوام في المساجد. تفسير ابن كثير رحمه الله، وتفسير البغوي، وتفسير المعاصر، تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. هذه التفاسير سهلة وموثوقة. نعم.